من جرود يونين في البقاع الشرقي انطلقنا برحلة دامت أكثر من 5 ساعات لاستكشاف جرود عرسال، حيث كان يتحصن عناصر النصرة وسرايا أهل الشام قبل معركتهم مع حزب الله. طرقات ترابية وعرة وصعبة على طولها جرود يلي بتمتد على مساحة أكثر من 300 كيلومتر مربع، مرتفعات قاحلة مليئة بالمغاور الطبيعية، وعلى طول الطريق تحصينات ودشم، بعض الطبيعي وبعض الآخر غرف لأهالي البلدات المجاورة صدروا الإرهابيين وحصنوا، وأسلحة متروكة، آليات محروقة من جراء المعارك، وآلية مسروقة من الجيش اللبناني. وكلما اقتربنا أكثر من مقر أبو مالك التلي وقيادة جبهة النصرة في جرود عرسال والقلمون، كلما زادت مراصد المراقبة والتحصينات بدل هالخندق المحفور لتسهيل الانتقال من نقطة لأخرى. وبعد أكثر من 2 ساعة وصلنا لمقر القيادة، مغارة طبيعية ضخمة محصنة ومجهزة، هنا المطبخ، هنا غرفة المنامة، هنا قاعة عامة ومستودع أسلحة فيه السلاح الخفيف والمتوسط وبعض المحل الصنع، وهنا قاعة لقاضي شرعي فيها الأحكام والكتب الدينية، أما هنا فمكان اعتقال العسكريين اللبنانيين وتعذيبهم. في هذه الزنزانات الجماعية والإفرادية اعتقل عسكرنا لأكثر من 2 سنين، مكان ما قدرنا نقضي فيه أكثر من 2 دقيقة من شدة العتمة والرطوبة. إلى جانب هالمغارة مخزن آخر للأسلحة ومقر أبو مالك التلي الشخصي المجهز والمعزز أكثر من ناحية التهوئة ووسائل الراحة والتواصل. خلفي مرتفع ظهر الهوة الاستراتيجي للي ساهم بسقوطه بتحرير جرود عرسال، ولكن ماذا بعد تحرير هذه الجرود؟ بعد خروج الإرهابيين من جرود عرسال تتوجه الأنظار إلى جرود رأس بعلبك والقاع، حيث ينتشر عناصر تنظيم داعش، فكيف رح تكون صورة المعركة اللي رح يخوضها الجيش اللبناني مع تنظيم يملك تجهيزات مشابهة للعينة اللي رأيناها محصن في منطقة تشبه بتضاريسة المنطقة اللي استكشفناها؟ نحن هون على تلة مرتومة. تلة مرتومة هي أول تلة من التلال اللي تبلش بتطل على الجرود. بعد هالتلة في عنا تلة البرج المراقب يلاقي بليلة ونهارة كل النقاط وكل التحركات. في عنا 3 تلال المتمركز عليها الجيش اللبناني، واحدة التلال صار عليها أشرس المعارك اللي هي تلة الحمراء، سقطت بشكل مفاجئ. رجع الجيش خلال 3 ساعات بالتعزيزات والرميات استعاد التلة. بعد ما استعاد التلة قرر يقدم لقدام، يعني يرجع يستحدث عملية قضم للتلال القديمة، قدم على تلة أم خالد وقدم على صدر الجرش. صدر الجرش هي تلة مرتفعة صارت توازي التلال الموجودة عليها المسلحين. المسلحين تنظيم داعش الإرهابي موجود على تلة المخيريمي، ويفصل بيناتهم منطقة اسمها الوسعة. هذه الوسعة هي منطقة مضروبة بالنار ملغمة. هون في عنا جرود رأس بعلبك بتكمل معنا هون على جرود القاع، وادي رافق، وبعد وادي رافق في تلال القاع، وراهم بصير وادي ميرال كمان في تواجد ومركز قيادة المسلحين. أنا تقديري المعركة مع داعش سهلة جدا، الجيش اللبناني سيتقدم على التلال بسهولة مدعوم بالمدفعية والدبابات والطيران. الأهالي، كل الأهالي في رأس بعلبك وفي المناطق المجاورة تدعم الجيش وتؤيد الجيش في العملية وتنتظر ساعة الصفر لبدء العملية لترتاح. وبانتظار ساعة الصفر الحياة تستمر بشكل طبيعي جدا في رأس بعلبك، حركة في الأسواق، تحضيرات للأعياد، لقاءات اجتماعية وطبل وزمر على الطرقات، احتفالا بتخريج أحد التلاميذ الطباط من أبناء البلدية.